مساكم اخواتنا واخواننا الاعزاء، اخوكم بشير، وما شاء الله تبارك الله تم 6 شهور من ماما هاوس ما افتتحت، فحبينا لنا نديكم التقرير بتاع 6 شهور اللي فاتت وال6 شهور القادمه. في الليله حنتكلم على بعض النقاط. النقطه الاولى هي السكور بتاعنا، النتيجه بتاعتنا، التقييم بتاعنا بتاع 6 شهور اللي فاتت، وكيف نحاول نطور في 6 شهور القادمه. نمرة 2 الفعاليات والنشاطات المختلفه اللي حنقدمها لكم ان شاء الله، منها كلب كونفيدنس بتاع البنات والنساء، منها الحاجات الايمانيه، الخدمات الايمانيه والروحانيه ان شاء الله، منها الحاجات التعليميه، من ناحيه التوظيفيه، فرص العمل المختلفه، منها الماركت بليس والبزنس، وكيف الناس تبدا البزنس وتطور البزنس بتاعها. بعد كده في نشاطات مختلفه جديده عاوزين نقوم نضيفها. بعد كده حنتكلم على التعاون مع المنظمات المختلفة والحاجات الموجودة المختلفة عشان نقدر نقدم خدمات أكثر. طيب خلونا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. أولا، ما هي الفكرة بتاعت ماماس هاوس؟ احنا طبعا اقتبسناها من أعظم رجل في التاريخ، وهو قدوتنا الأول والأخير، وهو الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه السلام كان بيهاجر الواحد من مكة، المسلمين بيترك كل ما عنده، بيجي مفلس مقشط ما عنده أي حاجة، من مكة بيجي للمدينة زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، فخاوة بين المهاجرين والأنصار. خاوة، أي واحد يجي من مكة ده أخوك من المدينة، هينصرك وهيقف معك وهيدعمك ويساعدك. فيجي واحد فقير زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف من مكة إلى المدينة ما يملك ولا شيء، وخلال سنة سنتين يكون أغنى أهل المدينة، وأكثر الناس إيمانا، وأكثر الناس ثقة، وحاسس إن البلد بلده. فإحنا عاوزين نجيب مع إخواننا وإخواتنا الجايين، أول ما وصلنا المطار عاوز سكن، دي فرص السكن المختلفة، عاوز تعليم للجامعات والمدارس المختلفة، عاوز ويكند سكول عربي قرآن تعليم، دي الفرص المختلفة اللي عندك، عاوزين وظائف، طيب دي فرص الوظائف المختلفة، عاوزين تطوروا من أنفسكم وتاخذوا شهادات وسيرتيفيكيشنز، دي الفرص المختلفة، عاوزين مواصلات، هنا طرق المواصلات المختلفة. فشنو يكون كوميونيتي كامل شامل، أي واحد يجي بحس إنه من أول يوم، لا أنا يعني الريسبي حقت النجاح موجودة متوفرة تماما قدامي. طيب نيجي بعد كده مسألة السكور. السكور شفنا الحاجات اللي حصلت في ال6 شهور اللي فاتت، ولله الحمد كثيرة جدا وجميلة جدا، البازار والبزنس والاخوات العظماء والاخوان شاركوا ودخلوا وعملوا، رمضان والتراويح والرحمتات والى اخره، معرف المولد النبوي والنشاطات اللي حصلت. ففي ناس كثير ولله الحمد تواضعا جزاهم الله خير ادونا ايه، في بعض الناس ادونا بي، في بعض الناس مثلا زي المدرسه كانوا صريحين جدا، قال المدرسه مجانا وساعدت اولادنا متابعين اديكم ايه، ولكن كان ما في فولنتيرز كفايه، فبنسمع ازعاج، اولادنا بيشتكوا من ازعاج والناس الكبار ماشيين وجايين، فبقى شنو عندنا ايز وبيز وبعض السيز. طيب احنا كبورد ادينا نفسنا شنو؟ ادينا نفسنا اف، فشل كامل ذريع. ليه ادينا نفسنا اف؟ لانه لو ادينا نفسنا ايه ولا بي معناته ده السقف بتاع الايه، واحنا عاوزين نصل من هنا لهنا، لكن احنا ما عاوزين نصل للسقف ده، احنا عاوزين نكسر السقف ده وعاوزين ننجح نجاح ابهر واكثر ونقدم خدمات اكثر بكثير جدا. يعني مثلا في الويكند سكول، صح انه ويكند سكول، لكن عاوزين نطور، فحتلقوا انه ان شاء الله يوم الاحد حنتكلم لكم عن الاهالي عن حاجه اسمها الويب بورتال. الويب بورتال ده الطريقه اللي بتلاقوا بها طلاب في هارفارد يونيفرسيتي، هارفارد اللي هي احسن جامعه في امريكا وفي العالم، كيف بياخدوا كلاساتهم اونلاين وبيتواصلوا مع المدرسين ومع المعلمين والمقرر، وكيف انه يكمل ويقدر يكمل بعدين ويعيد مره ثانيه، والمالتيبل تشويس، نفس التكنولوجيا دي حنقدمها لاولادنا وبناتنا في الويكند سكول. فاحنا هدفنا مش انه نطور ونصل هنا، نحن كل مره بنهد ونمشي اعلى، ونهد ونمشي اعلى ان شاء الله. طيب دي بالنسبه للسكور بتاعنا. نيجي بعد كده في الاكتيفيتيز، النشاطات المختلفه والفعاليات المختلفه، منها نمرة 1 كونفيدنس. كلوب كونفيدنس بدأنا الاسبوع اللي فات انه هو للبنات، يعني ما ممكن البيت يعني يكون عندها ثقه كامله في ربها ثم في نفسها الا والام والبيت ذاته مؤهل. فاحنا حاسين انه هنوسع الحكايه دي شوي من البنات، بس هتكون البنات والامهات في كلوب كونفيدنس في النشاطات المختلفه، منها الحاجات الدينيه، منها الحاجات العلميه الاكاديميه، منها بتكون حاجات بتاعت البزنس، وفي نفس الوقت الحاجات الرياضيه كلها. وكل شهر عاوزين نطور نجيب افكار ما فكروا بها الناس، فكل شهر هنجيب لكم ناس من بني جدتكم ما شاء الله تبارك الله نجحوا. هنجيب لكم بنت عاشت في السودان وتربت في السودان لابسط طرحتها زيكم، بتصلي 5 مرات زيكم، لكن عندها ثقه في دراستها ما شاء الله تبارك الله، ونجحت في دراستها وكانت اول بنت عربيه وكانت اول بنت سودانيه تشتغل في وكاله ناسا. والان شركه سبيس اكس وشركه ناسا والجامعات المختلفه بيخطفوا فيها خطف في الابحاث حقتها عشان تجي وتتكلم وتدخل تتكلم مع رؤساء شركات ورؤساء منظمات وناس في الجفرمنت وناس في ناسا وناس في سبيس اكس. قال لي اخذنا ولاد المحبوب، هنجيب لكم بنت زيكم زي يعني زينا زيها قالت في كيف.
فالليلة ما شاء الله تبارك عندها شركة بتاعت اجايل ما شاء الله تبارك اللي قلت ناس علي العطا ما شاء الله تبارك الله، بتقعد في الاجتماعات مع رؤساء من مايكروسوفت ورؤساء من امازون ورؤساء من جوجل. لما حصلت في مشكلة في السودان مثلا كيف الناس ممكن تتفاعل وتتداخل، عملت حاجة اسمها السودان نكست جن. السودان نكست جن الاف الناس من العالم كله دخلوا عشان يساعدوا يساهموا فيها. لما كانوا النشاطات بتاعت اولادنا السودانيين بسيطة هنا في امريكا، عملت حاجة اسمها يعني اسم المؤسسين بتاع انسهاب، انسهاب الليلة من اكبر المؤتمرات السنوية مثلا للسودانيين. بعد كده هنتكلم مع هنجيب برضو اخت ثالثه، اخت ثالثه اسمها مهجه. مهجه ما شاء الله تبارك الله، مهجه المرغن ما شاء الله تبارك الله، صغيره في العشرينات، فكرت في انه احنا الاسوان الافارقه والاسوان السودانيات مثلا شعرهم بطريقه محدده، ليه ما اعمل كريم بالطريقه الفلانيه يساعد الشعر، سميته ناتشورال. فناتشورال دي في فتره بسيطه سنه سنتين بيت لسه في العشرينات بتقعد مع انفسترز مستثمرين بملايين الدولارات عشان يدخلوا في الشركه بتاعتها، تدخل بمنتهى الثقه وتتكلم معهم. ليه؟ لانه دير كلهم عندهم ثقه في ربهم ثم ثقه في نفسهم، واحنا عاوزين نبني الثقه دي في كلاب كونفيدنس. طيب بعد كده النشاط الثاني هي الفيث، الحياه المتعلقه بالايمانيات. صلاة الجمعة كيف ممكن نطور من صلاة الجمعة؟ الرسالة اللي تطلع تكون رسالة أقوى بطريقة أجمل، النشاطات بتاعت رمضان والتراويح والسنة تكون منظمة أكثر، المحل أوسع ما شاء الله تبارك الله، فكيف نقدر نخدم يعني بطريقة تكون منظمة أكثر ومدارة بطريقة الجدول زاد يكون أوضح. فعاوزين نشاطات التلاوة، بدنا نطور التلاوة إلى حفظ قرآن وإلى آخره، المواعيد المختلفة بالنسبة للرجال بالنسبة للنساء. طيب بعد كده بتجي المسألة الرابعة هي educational، التعليم. التعليم احنا بدينا المدرسه الاسلاميه بتاعت الويكند، الحمد لله عملنا شراكات مع الستيت، عملنا شراكات مع بعض المدارس الاسلاميه المختلفه في الولايه وخارج الولايه. ف يعني ان شاء الله سهل جدا يكون عندنا ميدل سكول وبرضه فول تايم اسلاميك سكول ابتداء من السنه الاكاديميه الجديده، كل مره حنديكم معلومه عنها اضافيه. غير انه بعد كده في مساله الكارير، كارير انه التوظيف في ناس كثيره اوريدي عندها شهادات مثلا طب وهندسه ومحاسبه لكن ما اخذوا المعادله، فعاوزين نساعدهم في المعادله. المحاسب بياخذ امتحان السي بي اي، الطبيب ياخذ اليو اس ام ال اي، ناس المختبرات ياخذوا الاي سي بي، ناس الاي تي ياخذوا السيرتيفيكيشن بتاع مايكروسوفت الام سي اس دي ولا سايبر سكيورتي. فدي كل حاجات ان شاء الله فعاليات حتيجي ان شاء الله في الفتره القادمه دي في الجروبس حقت الكارير. بعد كده الماركت بليس، احنا عاوزين نفعل انه اي واحده عاوز تبيع او اي واحده عاوز يبيع حاجه او داير يشتري حاجه يكون الجروب موجود متوفر للناس كلها ان شاء الله يقدروا يبيعوا ويشتروا. لكن برضه كيف الشخص اللي عاوز يفتح بزنس يفتح البزنس بتاعه، الشخص الداير مثلا يعمل بزنس بلان، ياخذ جرانتس، ياخذ قروض، ياخذ اعانات، فدي كل حاجات ان شاء الله عاوزين نناقشها في الماركت بليس وفي البزنس بتاع الانتربرنورز. بعد كده في حاجات جديده عاوزين نقوم نضيفها، في فعاليات جديدة عاوزين نقوم نضيفها. مثلا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنما تنصرون بضعفائكم، يعني في الدنيا لو دار ربنا ينصرك أو في الآخر يوم القيامة عاوز الله ينصرك أقيف مع الضعفاء. يعني إحنا عندنا عدد بيتزايد حكمة الله سبحانه وتعالى، نسأل الله يعافينا وعافيهم إن شاء الله، من الكيدز اللي عندهم سبيشال نيدز، فئه ذوات الحاجات مثلا السبيشال نيدز يعني اللي عندهم اعاقات وعندهم مش عارف ايه والى اخره. فنحن لابد نتعلم احتياجاتهم، لابد نقيف معاهم، لابد يكون عندنا برامج لهم ثابته. ديل نصر ربنا سبحانه وتعالى بيجي من عندهم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما يقول لي ما تنصرون بضعفائكم، معناته لازم نقيف معاهم يوم القيامه. ممكن انا كبشير يكون مفلس ما عندي ولا قرش ولا حسنه ولا حاجه تدخلني الجنه، فيجي طفل من الاطفال دي اليوم ما ابتسمت في وجهه ولا يوم يعني وقفت معاه ولا عملت معاه اشي يقول الله عليك لا دخل فلان دي الجنه. انت شايفه ضعيف في الدنيا، انت شايفه معاق ما قادر يتكلم ما قادر يمشي مثلا والى اخره، لكن انت ما عارف مكانته عند الله سبحانه وتعالى اعظم يمكن من مليون واحد زينا. فعشان كده لابد نكيف معاهم. فهيكون عندنا ان شاء الله جروب جديد للكيدز وسبيشال نيدز، عاوزين احبابنا اخواتنا واخواننا اللي بيشتغلوا في الهيومن سيرفيسز والهيومانيتيز والحاجات دي كلها يساعدونا مع الاطفال اللي عندهم الاعاقات المختلفه دي ان شاء الله، عشان نقدر نخدمهم خدمه افضل ونقدر نكيف معاهم ويكونوا فخر لنا. احنا عاوزين في كل مناسبه في كل احتفال يكونوا قاعدين هم في الصف الاول. يعني التغيير بتاعنا لازم يختلف. زمان للاسف في السودان من التخلف اللي كان عندنا الواحد يمكن عنده طفل عنده اعاقه بيكون بيدسه جوه البيت، لا نحن في ماما هاوس عاوزين اطفالنا دي يكونوا هم في الصف الاول ونسلم على راسهم وعلى يدهم ونخدمهم قبل ما نخدم اي واحد ثاني.
احنا كلنا خدام من هم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال انما تنصرون بضعفائكم. فان شاء الله احنا عاوزين نخير الفكره بتاعت انه الطفل المعاق ده اقل مني في حاجه، لا، هو رحمه ربنا بتتنزل عن طريقه هو، فلازم احنا نقف معهم ان شاء الله. تيجي بعد كده في النقطه الاخيره ان شاء الله مساله الكولابريشن، احنا الكولابريشن عاوزين نقف مع جميع المنظمات، عاوزين نقف مع جميع الناس اللي بتخدم في الكوميونتي بتاع الواتساب، زي ما بتلقوا في الواتساب في كذا من الجروب. فاحنا حابين الجروبس، اي ادمن في اي جروب ممكن يكون مضيف في الكوميونتي، وتكون يعني الدعايه ليهم والتواصل معاهم. ما في حاجه اسمها مظله، يعني ما مظله حاجه اسمها ماماس هاوس ولا جن احمر، احنا كلنا مظله واحده، الاسم بيتغير ما فارقه معانا، لو الناس عاوزين نغيره بنغيره في لحظه، المهم انه الناس تقدر تقدم خدمتها، تقدر تقدم نشاطاتها. لما الواحد يدخل في الكوميونتي بيكون شايف كميه من النشاطات مختلفه، انا داير اشتري هذا الجروب بتاع بزنس، انا داير بيدي الجروب بتاع الناس العقار، انا داير دراسه بتاعت الناس بتاع الاكاديميين، انا داير كده، يعني الكوميونتي تكون فعلا كوميونتي بالمعنى الكامل الشامل بتاع الكوميونتي. ربنا يوفقكم ان شاء الله ويجعلنا حسن ظنكم، وان شاء الله في الست شهور الجايه دي حتلقوا فعاليات كثيرة ونشاطات كثيرة، بس دعواتكم ووقفتكم معانا إن شاء الله. لو قصرنا يعني ادعوا لنا وربنا يسامحنا إن شاء الله ويعظمنا، ولو كمان نجحنا برضه ربنا يزيد ويبارك وربنا يوفق الجميع.